ومنكفي معكم. والزنزوت صارت حاضرة بالاستوديو، أجندة لنشوف بها الأسبوع أو بها الفترة من بها الفترة، يعني شو عم بيصير تطورات ثقافية اجتماعية وغيرها. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير لإلك. شهر روج الحلو. ميرسي ميرسي لإلك رولا، اشتقنا لك. ويلكم باك. واكيد بدي احييك من كل قلبي واحيي كل المشاهدين يلي عم تابعونا اليوم بفقره جديده من اجندا يلي دائما بتتعرفوا من خلالها على ابرز النشاطات يلي عم بتصير بلبنان والعالم. طبعا هالفتره عندنا كثير من النشاطات المتنوعه العديده اللي عم بتصير بلبنان. رح نبدا اليوم مع حفل كان صار مؤخرا بالكمبينسكي سامرلاند لبنان. اكيد. هالحفل هو كان عباره عن ريسبشن وهيك تحضيرات معينه لفالرونا تشوكلت، هن اللي قدموا هيدا الايفنت، ودقنا اطيب الشوكولا والدارك واللايت تشوكلت كمان. رح ننتقل ونشوف كيف كانت الاجواء بوقتها ومين كان فيه. اليوم نحن وير هوستينج شيف من فارونا، فارونا اللي هو احسن نوع شوكليت وورلد وايد. نحن ككمبينسكي وي اولويز ميك شور نجيب احلى برودكتس حتى نستعملهم لجاستاتنا بالمطاعم. سو اليوم عاملين بروموشن للشوكليت، عم نعطي ريسيبيز، عم يشرح شوي للناس شو هو الشوكولا الفارونا يلي نحن بنستعمله بكل المطاعم الاوتلتس. في عنا الكاندلابرا يلي هو انترناشونال ريستورانت، ودائما بنعمل فيه اور ساندي بوفيه، ساندي برانش، بنستعمل شوكليت فارونا للديسير. وكمان بالبير 78 اللي هو اور ليبانيز سي فود ريستورانت از ويل، اول ذا بيست برودكتس دائما نحن بنستعملهم هونيك. سو حبينا الشيف يكون يلي هو بارت من كل الايفنتس وكل البارتنرشيب اللي نحن بنعملها على كل السنه. بعد ما تابعنا هالروبورتاج لفالرونا تشوكلت بكمبينسكي سامرلاند، رح نتابع مع اجندا، ولكن هالمره رح ننتقل لهيك حفل من نوع اخر وهو حفل الفنان دانيال رزق يلي كان صار مؤخرا كمان ببلو نوت، هالمره بمنطقه الحمراء. دانيال يلي هي عايشه برا لبنان، ولكن كل فتره بتجي على لبنان وبتختار اكيد، وكل الناس بيشتاقوا لها لتقدم احلى ما عندها من يعني اغاني. ونحن احنا كنا موجودين وشفناها، نشوف سوا كيف كانت الاجواء. بلشت بروفيشنلي بال 96، سافرت على دبي، بعدين رجعت لهون غنيت مع أليكو حبيب بالأليكوس، وقتها كان بأوجه وبعده لهلا ما بيجي مثله الأليكوس. بعدين نقلت على لندن، غنيت جروفنر هاوس، عملت احلى الـ يعني الـ الـ الشوز واللي كانت هونيك. بعدين نقلت على امريكا لاني انا لبنانيه امريكانيه. نقلت بلوس انجلوس، عشت غنيت كمان بشران اوديتوريوم بلاس فيغاس بكثير مطارح، وخلق حبي للجاز، جاز كابري يلي هو للعمالقة، بغني ري تشارلز، دوريس داي، دين مارتن، إيرا جيمس، إيلا فيتجيرالد، هل ستايل. Thank you.
الصوت الملائم كمان بغني روك. بقى من بعد مسيرة طويلة بأمريكا هلا بفرنسا نقلت صار لي 2 years بباريس وغنيت عملت كونسرت ببياريتس مع بوني ام كثير مهضوم وهلا عندي كمان فيستيفال باسبانيا. اول شيء البلوناز هلا رح يصير عمره 30 سنه فرح يكون في عنا نشاطات كثير مهمه بهالفترة الصيف يعني في عنا حدا رح يكون من أمريكا قريبا بهالسنوات الأخيرة ال 17 سنة اللي مرقوا إجا أكثر من 100 فنان وفنانة من نيويورك ومن نيو أورليونز ومن شيكاغو من أوروبا نعم وكان في أسماء كثير كبيرة هون مثل الأستاذ زياد الرحباني شرب الروحانة في كثير ناس لامعين لبنانيين مرقوا بهالموقع هيدا والبلونوت يعني تاريخ بهالمدينه يعني بعده مركز ثقافي ومركز حواري ومركز تلاقي لكل الثقافات لكل الناس اللي عم يجوا من برا ومن هون وهيك فجامع لكل الاعمار كل الثقافات كل المستويات العلميه ورجال الاعمال والبنوك والتلاميذ وكل العالم وبيتميز فيه البلونوت انه في كل الاعمار بتيجي لعنا لهون وعنا غدا وعشاء الحمد لله. حلوة الأجواء كتير حلوة كانت أجواء البلو نوت طبعا دانيال كمان بدي أقول لها هلو وبتمنى لها كل التوفيق برحلتها هلأ اللي جاية على فرنسا. رح نتابع ولكن هالمرة مع معرض لمجموعة من الفنانين الأرمن هالمرة وصار بالياوت كلاب ببيروت ورح ننتقل ونشوف كيف كانت الأجواء. آخر فقرة معنا لليوم بأجندة هي كان حفل صار للموسيقى اللاتينية والرقص اللاتيني اللي أنا كتير بحبه صلصة وكل أنواع أكيد طبعاً شكلك حريفة مش هالقد بس أنه بحب الدانس دانس تصالون أكيد وكانت عن جد يعني كتير حلو الإيفنت يلي صار لاتينو دانس رح ننتقل ونشوف كيف كان مهرجان الرقص اللاتيني بالإديسانس. نحن اليوم بإدي سانس عاملين لونشينج لللبنان لاتين فيستيفال يلي بيصير بإدي سانس كل سنة بنعمله بتاني ويكند من سبتمبر هو هيدا بيصير على 4 أيام وهيدي خامس إديشن وعلى طول نحن بنعمل لونشينج تنعرف المدارس والأساتذة والتلاميذ اللي بيحبوا الرقص بنعرفهم على مين جايبين بالفستيفال وأي أرتست وأي مدربين وشو رح بيصير بالفستيفال ليستجلوا بكير لأنه فستيفال كتير طويل 4 أيام 4 ليالي الواحد يحضر حاله ليجي عليه. هي
هي نوع من الفستيفال اللي بنجيب مدربين تقريبا شي 80 مدرب من برا بيعلموا لاتن دانس، بتعرف هلا دارج كثير لاتن دانس، بيعلموا عدة أنواع من اللاتن دانس وكمان بيعلموا شوية اثنيك كلاسز بنسميهم متنوعة مثل الزوربا والدبكة والأورينت والرقص العربي والهيب هوب وشوي من كل شيء، بس أكثر شيء لاتن دانس بدربه وتقريبا كل سنه عم بيزيدوا يلي عم يتسجلوا تلاميذ. هذيك السنه وصلنا لحد ال1000، السنه الله راد جايين 1300، ومع انه الحمد لله رقت شوي الحاله وصار عندنا رئيس وكل شيء مستنظرين فوق ال 1400 ومستنظرين 400 تلميذ يجوا من برا. هيدول كانوا فقراتنا لليوم بأجندة، تابعونا الأسبوع الجاي بحلقة جديدة وفقرة جديدة أكيد ونشاطات جديدة عم بتصير بلبنان والعالم. شكرا لك زينة. شو اسمك؟ زينة. حلو الأزامر على الهواء. سيمبتومات البريجننسي والدليفري. هلا بعد ما بعد. إنه كيف معقول حدا ينساك أنت كيف؟ ما بعرف. مش ظابطة أبدا. You have a problem. أكيد I have a problem يعني شخصي. Thank you Alex Zanzoon. I love you. أنت بتعرفي كثير منيح. بعرف. رح نتوقف مع بريك من بعدها بنكفي عالم الصباح.